برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد بنيمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح شمل على أبرز ما دار في هذه الجلسة من قرارات واقتراحات. وفي سياق لجان المجلس النوعية الفصلية، استعرض المجلس في بند الاستدراك قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجان المجلس النوعية الفصلية والتي اعتمدها مكتب المجلس. وفيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول السياسة التعليمية في مملكة البحرين، قرر المجلس الموافقة على طلب طرح الموضوع للمناقشة العامة وتحديد جلسة الأسبوع القادم لمناقشته. عرض على المجلس الموقر اليوم مشروعين بقانون مقدمين من الحكومة الموقرة، يتعلقون بالأول مشروع بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق لمرسوم رقم 36 لسنة 2018، والمشروع الثاني تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموع الحيوانات والنباتات الفطرية. طبعا المشروع هذه يتكون من 32 مادة، والمشروع الثاني كان يتكون من 46 مادة. توافقت آراء السادة النواب على رفع للحكومة الموقرة، هو مشروع أساسا مقدم من الحكومة، لعل إن شاء الله يرى النور في القريب العاجل. تم مناقشة اليوم تعديل على إدراج الشركات الحكومية والهيئات الحكومية في الميزانية العمومية للدولة، حيث أن سابقا ما كان في إلزام حق هذه الشركات أو هذه الهيئات أن هي جميع الأرباح الصافية أو المدخول اللي موجود يتحول الميزانية بشكل مباشر. فإحنا اليوم كان إصرارنا على هذا الشيء، لأن هذا الشيء راح يوفر أن أدواتنا الرقابية وأدوات المجلس بشكل عام تقدر تمارسها على هذه الشركات. وإحنا كانت وجهة نظرنا ووجهة نظر النواب جميعا أن هاي شيء ضروري للحفاظ على المال العام، وأن هذه الشركات مفروض هي تكون درع للاقتصاد ودرع للميزانية في البحرين.